هذه القضية. بعض يعني مشاهدينا على الفيسبوك كتبوا على هذا التصور على المولد رأيهم فيه إيه. تعالوا نشوف أول تعليق. أول تعليق عندنا زي ما احنا شايفين ده بيتكلم الأستاذ عبده، بيقول إنه بيعتبر إن الموالد نوع من الثقافة، زي ما احنا شايفين كده نوع من الثقافة المصرية والموروث الشعبي، لأنه ده في حلقات ذكر حتى لو كانت بتتم بطريقة صوفية، لكن هو بيقول إن ده دليل على حب الله وتعبير شعبي تلقائي، وأيضا إنه ده في أشياء احتفالية بتسعد الناس، وهو بيقول بوضوح يجب الحفاظ عليها خاصة إن اللي موجود دلوقتي، إلى جانب طبعا إعادة إحياء ما تم نسيانه. عندنا الأستاذ ساهر الديب. ساهر الديب بيقول طبعا إن الموالد ثقافة، وإن الدولة ممكن تستغل بعضها زي احتفالات مثلا بمولد الحسين، وهو بيقول أنا شفت مرة الطرق الصوفية وبيقول إنها كانت شيء رائع، وإن هو ممكن كمان من الحاجات اللي تجذب حتى السياح، وإن لازم وزارة السياحة تقوم بحملات إعلانية ودعاية عن أثرنا في كل الميديا المسموعة والمرئية. أما أخيرا شيكو، وده على الجانب الآخر تماما، بيقول أنها زي ما احنا شايفين أنها دليل على الجهل.